ما يكونش فيه عطلة. طبعا ده كان القرار يعني اللي اتخذه اتحاد الكورة زي ما احنا شايفين معاكم يعني الشكل الجديد، عشان تكون الكور موجودة طوال الوقت حوالين الملعب وما يكونش فيه عطلة للاعبين في اي وقت. طبعا مع بدء نزول اللاعبين احنا شايفين الجماهير بتبدا تهتف للعيبه. بدأ نزول الحراس وبدأ الحماس الجماهيري بمنادات كل حارس على حدة. طبعا بيبدأ الجماهير يضموا على بعض ويبدأ ان هم يعني يكونوا بجانب بعضهم البعض عشان ان هم الصوت يكون عالي والصوت يبدأ يجلد. الواد اللي يمينك ارجع ورا. طبعا زي ما احنا شايفين الجماهير طوال الوقت بيكون في حماس وتشجيع. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مشاهدينا ومتابعينا كيرو لايف نت 24، هنكون موجودين معاكم وهنتابع معاكم فعاليات المباراة يعني بشكل مميز طوال الوقت. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم على امل. طيب قريبا دمتم في حفظ الله وامان.